بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال محمد بن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان في القلائد البرهانية، باب من يرث النصف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. فضل الله ومنه، بدأنا بالأمس وأخذنا لماذا أخذ المؤلف رحمه الله تعالى بمذهب زيد، وذكرنا ما ذكر في المقدمة، ثم بعد هذا ذكر المؤلف الأمور الواجبة عند الوفاة، وقلنا جمعت في كلمة تدوم. ثم بعد هذا ذكرنا أسباب الإرث، نكاح ولاء ونسب. عندنا سبب مختلف فيه وهو بيت المال، وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. ذكرنا الوارثين الوارثات، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأصول المسائل قلنا سبعة. شرع المؤلف الآن رحمه الله تعالى في بيان من يرث النصف. يرث النصف بالأمس قلنا خمسة: أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع الزوج أو الزوجة فأكثر، وأصحاب الثمن الأرامل الزوجة فأكثر، وأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج بشرط أن يكونوا جمع أربعة، وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم، وأصحاب السدس سبعة: الأب والأم والجد والجدة ولد الأم وبنت الإبن فأكثر، والأخت لأب فأكثر. أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع الوارث يأخذ الثمن. الزوجة عند عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. انتهينا من الزوج والزوجة. يبقى معنا البنت، الثاني من أصحاب النصف البنت. دائما عندنا في أصحاب النصف، طبعا غير الزوج، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من تقدم. عدم المعصب يعصب البنت الابن، وعدم المماثل يماثل البنت بنت أخرى فأكثر. انتهينا من البنت. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ كما قلنا عدم المعصب، من يعصبها ابن ابن. وخطأ أنك تقول أخوها، لا، ما تعتبر القرابة بالنسبة لها، تعتبر القرابة بالنسبة للميت. عدم المعصب ابن ابن فأكثر، وعدم المماثل بنت ابن أخرى فأكثر، وعدم من تقدم الابن والبنت فأكثر. الأخت لأب، عدم المعصب، الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث اللي تقدم، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد. الأخت لأب، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذن عندنا في أصحاب النصف عدم معصب، عدم مماثل، وعدم من تقدم، هذا أصحاب النصف. نعم. قال رحمه الله: فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت. الفرع فقد، وإحنا دائما نعتبر القرابة بالنسبة للميت. ماتت امرأة وتركت الزوج، هل كان لديها ابن بنت ابن ابن بنت ابن فأكثر؟ لا، إذا الزوج يأخذ النصف. نعم. فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب. تمام. هذا إذا انفردنا، كانوا جمع بنات بنتا ابن، أختان شقيقتان، أختان لأب، الآن أصبحوا جمع يأخذ الثلثين بنفس الشروط، لكن يتغير شرط واحد، هنا عدم المماثل، هنا وجود المماثل في الثلثين. إذا أخذنا أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الربع وأصحاب الثمن. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث الربع. الربع قلنا غرفة الزوجية، وشرط الزوج عكس شرط الزوجة. الزوج عند عدم الفرع الوارث يأخذ النصف، وجد فرع وارث يأخذ الربع. أما الزوجة فأكثر، عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. نعم. والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم.
نعم. باب من يرث الثمن، والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. نعم. باب من يرث الثلثين، والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. نعم، وقلنا من له النصف طبعا الزوج لا، وأراد أن يبين لك أنه أقل الجمع عند الفرضين كم؟ اثنان. نعم، يلا مشي. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث. باب من يرث الثلث، الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، أشقاء لأب لأم مختلفين، ذكور إناث لا إشكال، المهم جمع اثنان فأكثر، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، تحفظ زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف والأم تأخذ واحد والأب يأخذ الباقي اثنان، زوجة وأم وأب من أربعة، الزوجة تأخذ واحد، واحد للأم واثنين للأب. نعم. قال رحمه يبقى الله الثاني، معلش، يبقى الثاني الجمع من الإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم، ذكور إناث مختلفين لا إشكال، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمع، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى، خالفوا الأصل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فهم شركاء في الثلث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمع يقسم عليهم الثلث بالسوية. انتهينا من أصحاب الثلث. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث، والثلث فرض الأم حيث عدم، والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. نعم، قال أب وأم مع أحد الزوجين. طيب، هذا الأم، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم. قال رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم. ذكرنا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمعا، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى. نعم، فهم شركاء. قال رحمه الله: باب من يرث السدس. سبعة، الأب والأم والجد والجدة ولد الأم، أخ أو أخت لأم منفرد، وبنت الإبن فأكثر، أخت لأب فأكثر. الأب يأخذ السدس عند الفرع الوارث الذكر، أما مع الفرع الوارث من الإناث يأخذ السدس زائد الباقي. انتهينا من الأب. الأم اختل شرط من شروط الثلث، تنزل من الثلث إلى السدس، وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة، انتهت الأم. الجدة ترث السدس فقط عند عدم الأم، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. الجد يرث السدس عند عدم الأب، فعند وجود فرع وارث من الإناث هو كالأب، يقول هو كالأب عند عدم الأب، إلا في العمريتين ليس كالأب، وعندهم مسألة تأتي وهي الجد والإخوة. إذن الأب الجد كالأب إلا في ثلاثة مسائل: عمريتين، والجد مع الإخوة، وسيأتي معنا الراجح. يبقى معنا من؟ يبقى معنا ولد الأم، أخ أو أخت لأم، قلنا بنفس الشروط الثلث، لكن هناك جمع وهنا إذا انفرد، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكون منفردا، جمع أخذ الثلث، انفرد أخ أو أخت لأم السدس. بقي معنا بنت الإبن فأكثر، بنت الإبن فأكثر إلى ما لا نهاية، تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب ابن ابن، تكملة الثلثين يسميها العلماء. أخت لأب فأكثر، تأخذ السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب، انتهى أصحاب السدس. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث السدس. نعم. والسدس للأبي مع الفرع اثبتي كذا لأم معه أو إخوتي. فرع أو جمع من الإخوة،
نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. هذا هو الجد والإخوة والمسألتين الغراوين سيذكر. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا من يعدم الأب طبعا. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم. نعم. وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا. هي التي هي الأخت لأب. نعم. قلنا بنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر. السدس عند وجود بنت في البنت الابن بنت لها النصف وعدم المعصب، وفي الأخت لأب أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب. نعم. ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدة. الجدة يقول واحدة فصاعدة، مفهوم؟ طيب، أم أو أم أب أو أم أبو الأب أم الجد فصاعدة. نعم. وجدة واحدة فصاعدا مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. نعم، تساوين من الجهات، أم أم وأم أب يقتسمن السدس، أم 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 أب أم أب أب، ثلاث جدات يرثن الآن لأن تساوي في الدرجة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. يعني عندنا القربة من جهة الأم أم أم وأم أم أب، هذه قربة وهذه بعدة، هذه ترث وهذه لا ترث. طبعا اعكس الآن، هذه بعدة من جهة الأم وقربة من جهة الأب، أم 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 أب. الراجح الصحيح أن هذه ترث وهذه لا ترث. عندهم هنا يقول التي من جهة الأم أصلية ترث حتى وإن كانت بعيدة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعدا جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. تقدم أم أم وأم أم 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 الأم ترث وأم أم أم لا ترث. نعم. وكل مدل لا بوارث فلا إرثى له وقسم فرض كملة. يقول الآن أبو الأم ذكرناه في الوارثين من الذكور؟ لا يرث. راح جاب أمه وقال ورثوا لأمي. طيب نقول لا أنت ترث ولا أمك بسلامتها ترث، مفهوم؟ أي نعم. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. قال الآن الحمد لله أكملنا الفرض، خلاص الفرض انتهت، ندخل في ماذا الآن؟ تعصيب. العاصب هو الذي يأخذ جميع المال إذا انفرض، يعني جاءنا ابن فقط ابن في المسألة يأخذ كل التركة أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، زوجة وابن. الزوجة هنا إيش تأخذ؟ وجد فرع وارث تأخذ الثمن، الباقي لمن؟ للابن، مفهوم؟ يسمى عاصب. العصبة عندنا التعصيب على ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي انتبه معي. العاصب بنفسه كل الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ اليوم، كم العدد صار عندنا الآن؟ الوارثين من الذكور كم عددهم؟ 15. لو حذفنا الزوج والأخ اليوم يبقى معنا كم؟ 13. من النساء لا يوجد عندنا عاصب بنفسه إلا المعتقة، لأنها صنعت ما يصنع الرجال، مو تشبه لكن صنعت ما يصنع الرجال، أعتقت. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هنا قلنا 13 وهن واحدة المعتقة، أدخلنا هنا أصبح المجموع كم؟ أقول لك 13 زائد واحد 14. تمام. إذن الآن العاصب بنفسه 14، جميع الوارثين من الذكور عند الزوج والأخ لأم ومن النساء المعتقة، هذا العاصب بنفسه. الآن نأتي للعاصب بغيره. العاصب بماذا؟ غيره، غير الذكر إيش؟ الأنثى. الإبن يعصب من؟ البنت. الإبن يعصب من؟ البنت. البنت. تمام، امشوا معي خطوة خطوة. ابن الابن يعصب من؟
بنت الابن. ابن البنت ما هو وارث. بنت الابن. بنت الابن. تمام. الأخ الشقيق يعسب من؟ أخت الشقيق. أخت الشقيق. أخ لأب. أخت لأب. أخت لأب. ابن أخ شقيق. هذا غير وارث. بنت أخ شقيق ما هي وارثة. صح. إذن ابن أخ شقيق ما يعصب أحد. ابن عم شقيق لا يعصب أحد. عم شقيق ما يعصب أحد. إذن عاصب بغير كم؟ أربعة. الابن فأكثر يعصب البنت فأكثر. ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر. الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فأكثر. أخ لأب فأكثر يعصب الأخت لأب فأكثر. فقط أربعة. فلا يضحك عليك أحد يقول ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق. بنت أخ شقيق غير وارثة أصلا. وابن عم شقيق يورث بنت عم شقيق. البنت العم الشقيق لا ترث أصلا. مفهوم؟ تمام. إذن هذا عاصب بماذا؟ ها؟ بغيره. بغيره. تمام. غير الذكر الأنثى. يبقى معنا القسم الثالث، العصبة مع الغير. القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. ما معناها؟ يقول الأخوات يعني شقيقات أو لأب واحدة فأكثر، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. مثال: بنت أخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة في المسألة، البنت تأخذ النصف، عدم المعصب عدم ماثل. تمام. طيب هل الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف؟ لا، لأنه وجد فرع وارث. فماذا تأخذ هنا؟ الباقي تعصيبا. ما هي القاعدة؟ أخوات مع البنات عصبات، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وثلاث أخوات لأب، ثلاث بنات ابن الثلثين، عدم المعصب، وجود المماثل، عدم الابن فأكثر، عدم البنت فأكثر. أخذنا الثلثين، يبقى معنا الأخت ثلاث أخوات لأب يأخذون الثلثين؟ لا، لأن وجد فرع وارث. الأخوات مع البنات عصبات، يأخذنا الباقي. عصبة مع الغير، عاصب بنفسه ثلاثة أربعة عشر، وعاصب مع غيره أربعة، وعصب مع الغير الأخوات شقيقات أو لأب، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. نعم. قال رحمه الله: طيب يبقى من نقدم ومن نؤخر. جاءنا ابن وابن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب والمعتق وابن المعتق وجد لمعتق وعم شقيق لمعتق. من نقدم ومن نؤخر؟ يقول عندنا أول شيء البنوة وبنوهم، ثم الأبوة والجدودة على الراجح، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العموم وبنوهم، ثم الولاء. من تقدم من تؤخر على هذا؟ البنوة وبنوهم، الأبوة والجدودة، الأخوة وبنوهم، العموم وبنوهم، ثم الولاء. مفهوم؟ تمام. الآن جميع الوارثين عندنا عدا الزوج والأخ لأم، مسألة فيها 13 وارث، الابن المهم. عندنا فقط الأب اللي هو يرث فرض، صح؟ يأخذ إيش؟ سدس. وجد فرع وارث. الباقي لمن؟ للابن ولا ابن الابن أو الجد أو الأخ الشقيق؟ الابن يأخذ يحجب البقية. مفهوم؟ تمام. إذا ذكرنا النساء مثلا، لو مسألة عندنا فيها كل الوارثات خلاص، طيب الزوجة تأخذ، الزوجة تأخذ السدس، تأخذ الثمن، وجد فرع وارث. تمام. عندنا من الآن؟ عندنا البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس. من يأخذ الباقي؟ الشقيقة. مفهوم؟ نعم. تتقدم على المعتقة. يلا يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله: باب التعصيب. طيب لو اجتمع الوارثين والوارثات 25 عندك، اجتمعوا كلهم في مسألة، ها؟ هل ما يمكن يجتمع زوج مع زوجة؟ لازم واحد يموت حتى الثاني يرث. غرفة هذه لا يمكن يدخلوها في وقت واحد، صح؟ تمام. إما زوجة وزوجة، هنا ربع وهنا ثمن إذا كانت زوجة. من يرث؟ يرث الابن والبنت. تمام.
والأب والأم، صح؟ بقي أحد أو لم يبقى أحد؟ قلنا هنا الزوج وهنا أو الزوجة، ولابد من الأب والأم والابن والبنت. نعم، يلا مشي. قال رحمه الله: باب التعصيب. وكل باب التعصيب، وبدأ قلنا بالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبطا، وحيثما استغرق فرض سقطا. استغرق فرض سقطا، عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وعم شقيق وابن عم شقيق ومعتق مثلا، الزوج يأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ النصف، بقي شيء للعاصب؟ يقول سقط، مفهوم؟ ما استفاد شيء من الوفاء، ما استفاد شيء إلا البكاء. نعم. قال رحمه الله: أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. نعم، يعني ما أبقت الفروض يكون للعاصب. نعم. وهو إما عاصب بالنفس، عاصب أو بنفسه، قلنا 14. نعم. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. نعم، عاصب بغير 4، وعاصب مع غير الأخوات، مع البنات عصبات، شقيقات أو لأب، بنات أو بنات ابن. نعم. فالأول الذكور مع ذات الولى للزوج وابن الأم فيما نقل. ذكرنا لكم جميع الوارثين من الذكور عند الزوج الأخ الأم، ومن النساء المعتقة 14. نعم. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. نعم. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. الابن يعصب البنت فأكثر، ابن الابن بنت الابن فأكثر، أخ شقيق يعصب أخت شقيقة فأكثر، أخ لأب يعصب أخت لأب فأكثر. نعم، أصحاب النصف عند الزوج طبعا. نعم. وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. نعم. والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر، يا ذا الفهم. ومع أخوات شقيقات أو لأب، مع البنات وبنات الابن عصبات. نعم. ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. نعم. قال رحمه الله: باب الحجب. لا داعي لأن نأخذ الحجب، لأنه إذا عرفت الشروط، اللي يرث يرث واللي لا يرث صفر وانتهى الأمر. فالحجب واضح من الدرس السابق. مثال: عندنا بنت وابن وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، من اللي يرث؟ الابن والبنت، والبقية ليس لهم شيء. فأنت إذا تطبق الشروط باب الحجب هذا لا داعي. فالحجب عندهم إما حجب حرمان أو حجب نقصان. في أناس ما يمكن يخرجوا بلا شيء، يدخلوا ويرثوا، لابد الزوج الزوجة الأب والأم الابن والبنت، هؤلاء لابد من الإرث لهم، مفهوم؟ تمام. فهؤلاء ممكن يكون لديهم حجب نقصان، الزوج يأخذ النصف الأصل، لكن قد يحجب حجب نقصان إلى الربع بالفرع الوارث. تمام. أما حجب الحرمان، ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن، مفهوم؟ نعم. يقول: الجدة تحجب بمن؟ بالأم، والجد بالأب، وابن الابن بالابن. تمام. والأخ لأم يحجب بستة، بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب يحجب بالأب وبالجد على قول، وبالفرع الوارث لا شك، مفهوم؟ نعم، يحجب بأربعة، يعني الشقيق والأب والأم يحجب بستة. نعم، الفرع الوارث 4 والأصل الوارث من الذكور، أب وجد، المجموع 6. نعم. قال رحمه الله: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب. ذكرنا. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي. نعم، ذكرنا.
أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بالفرع الوارث من الذكور، وكذلك بالأب، وكذلك بالجد على قول. نعم، انتهينا. باقي معنا الإخوة لأم يحجبون بستة، فرع الوارث أربعة، أصل الوارث من الذكور. نعم. وولد الأم ببنت فضلا وبنت الابن وبجد من خلا ستة. نعم. وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب. الآن قلنا في أصحاب السدس بنت الابن فأكثر تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب. بنات، المسألة فيها بنات وبنت ابن، البنات أخذنا الثلثين، الفرض انتهى الثلثين، ليس لها شيء إلا إذا جاء معصب لها، يسموه هنا القريب المبارك، جاء هذا وجعلها ترث، مفهوم؟ كذلك أخوات شقيقات وأخت لأب، أخوات شقيقات الثلثين، أخت لأب ليس لها فرض، إذا جاء لها قريب مبارك وهو الأخ لأب ورثها، مفهوم؟ هذا اللي يقول. نعم. قال رحمه الله عندهم قريب مبارك وعندهم قريب مشؤوم، الشريعة ليس فيها شؤم، التشاؤم هو التطير، فما عندنا شؤم، لكن هم اصطلحوا على هذا، لكن عندنا في العقيدة ما يمكن يقال هذا، فأحسن أن نترك هذا، ما نقول قريب مشؤوم، نقول هذا الذي فرض الله وهذا ليس له شيء وانتهى الأمر، مفهوم؟ نعم. مثال القريب المشؤوم عندهم يقول مثلا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف، أخت شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، هذه مسألة تعود، لو جاء أخ لأب انتهت المسألة، الزوج والأخت الشقيقة نصف ونصف، وهذا يقال هنا هم يقول عنه قريب مشؤوم. لا يا أخي، هذا الذي قدر الله صح، والله لا يقدر سبحانه وتعالى إلا خير. كيف تقول مشؤوم؟ ممكن تقول قريب مبارك، ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. نعم، يعني الأخ لأب. نعم. قال رحمه الله باب المشركة. المشركة المشتركة الحجرية الحمارية العمرية اليمية لها أسماء، وإن تجد زوجا وأما ورثا، إذن المسألة فيها زوج وأم وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر ذكر، لابد ذكر هنا لا أنثى، ذكر معه أنثى لا إشكال، المهم هذه صورة المشركة المشتركة، زوج لا زوجة، أم لا جدة أو جدة، جدة لا إشكال صح في المشركة، أم أو جدة صاحبة سدس، وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، سواء معه إناث أو لا أو ذكور ما في إشكال. المسألة زوج له النصف، أم أو جدة سدس، جمع من الإخوة لأم ثلث، المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج والأم لها السدس واحد أو الجدة، واثنين الثلث للجمع من الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء صفر، باقي لم يبقى شيء. في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قسم على هذا، والإخوة الأشقاء حجبوا وذهبوا. في العام الثاني جاء مثل هذه المسألة، زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، فعندما أراد أمير المؤمنين رضي الله عنه حجب الإخوة الأشقاء اعترضوا على أمير المؤمنين، من أقرب للميت، من الأشقاء أو لأم، الشقيق أقرب أو لأم الشقيق، فقالوا يا أمير المؤمنين هب، يعني افترض هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني غير موجود، إلغي الأب، الأب يبعدنا عن الإرث والأم تقربنا الإرث، إلغي الأب، هب أن أبانا أكرمكم الله حمارا، قالوا اعتبروا ليس بآدمي، المهم نارث، ولهذا تسمى الحجرية والحمارية والعمرية والمشركة والمشتركة، فاستحسن ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه،
جعلهم شركاء، لكن شركاء أصبحون إيش؟ إخوة لأم الأشقاء، الذكر كالأنثى، مفهوم؟ لكن اعتبر جاءتنا المسألة فيها زوج وأم أو جدة وجمع من أخوة الأم أخت شقيقة. هنا أخت شقيقة إيش تأخذ؟ إيش تأخذ؟ نصف. هذه ليست مشركة. ثلاث أخوات شقيقات، ثلثين عول. زوج أم أو جدة جمع من أخوة الأم أخ لأب. لو ألغينا قرابة الأب صار غير وارث أصلا، صح؟ إذن صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة لأم، لأنه جانا أخ لأم واحد أخذ السدس، يبقى للإخوة الأشقاء واحد وهو السدس الباقي، تمام، وأخ شقيق فأكثر. هذه المسألة قالوا هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. ثم قالوا أيضا، قلنا في العام الأول لم يورث الأشقاء، في العام الثاني في المسألة الثانية ورث الأشقاء. رجعوا الذين في العام الأول، رجعوا عندما سمعوا أن أمير المؤمنين أعطى هؤلاء، رجعوا على عمر رضي الله عنه وقال أعطينا كما أعطيت هؤلاء. قال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي، والاجتهاد لا يناقض الاجتهاد. هذا قاعدة عند الأصوليين. المهم هذه القصة لم تثبت. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي لم يبقى شيء للأشقاء، فلأولى رجل ذكر، أقرب أبعد ليس لنا علاقة، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله باب المشركة. نعم. وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي، فاجعله مع أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. نعم. فهذه هي المسألة المشتركة أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية، عمرية واحدة. نعم. قال رحمه الله باب ميراث الجد والإخوة. هذا الباب إخواننا خلاف طويل بين العلماء، يرث لا يرث، كيف يرث، أمور تقسيمات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا التفصيل يعني فيه إشكال، تارة ثلث وتارة السدس وتارة ثلث الباقي وتارة مقاسم وتارة، فيقول هذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول. والأبجد، وهذا صريح القرآن، ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو جد ومريح جدا للفرضيين، اجعل الجد أب، يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ترتاح. هذا أول ما تبدأ في الدراسة، دراسة الفرائض، تمشي على هذا الطريقة حتى تضبط العلم. بعد هذا تعال وارجع للجد والإخوة لا إشكال، حتى لا، لأن كثير من الطلاب يقف هنا ويترك الفرائض. لا، اجعل الجد أب يحجب كل الإخوة حتى تنتهي من الفرائض، ثم ارجع. لماذا ترجع؟ لأنه ممكن تأتيك مسألة يعني مقسمة من سنين على مذهب الجد والإخوة، على توريث الجد مع الإخوة، إيش تصنع؟ تقول لا أعرف. كيف ترد عن المخالف؟ ممكن المخالف يقول لا، تقول أنا لا أعرف هذا، إذن ما تستطيع ترد عليه، لكن تقول عندكم إشكال في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا أعرف هذه المسألة وأعرف القسمة، وهذا الدليل على أو التعليل على يعني رجحان هذا الكلام، مفهوم؟ نعم. لكن بعد الدراسة، الآن إحنا نمشي على أن الجد إيش؟ كلام. يحجب كل الإخوة أشقاء لأب أو لأم. نعم. قال رحمه الله باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة. نعم. يقاسم هو الإخوة على قسمين، مع أصحاب الفروض ودون أصحاب الفروض، مفهوم؟ نعم. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد. نعم، دون أصحاب الفروض، إما المقاسمة أو ثلث المال. وننظر لمن إحنا في جانب من؟ في جانب الجد طبعا. نعم.
وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذه. مع أصحاب الفروض إما يأخذ ثلث الباقي، هناك كان يأخذ ثلث المال، ثلث الباقي أو المقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. إذن كم حالة مع أصحاب الفروض؟ ثلاثة. ننظر لها للجد أحسن الثلاثة أشياء: سدس كل التركة، ثلث الباقي، المقاسمة. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. هذه المسألة تسمى بالمعادة، تسمى بالمعادة. المعادة يعد، يقول ستأتي المعادة. ها؟ هذه المعادة ستأتي. تأتي، ما هو مشكلة. نعم. فين تأتي؟ بعد هذا. طيب، المعادة يعد الإخوة على الجد، ولا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، مفهوم؟ لا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، ويعد على الجد. نعم. قال أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. نعم. إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. نعم نعم، يعد الأخ، صحيح. نعم. غير المعد. نعم، يعني هو كالأخ، هذا كالأخ، يعني يعد كالأخ، يحسب كأنه ذكر. نعم. قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أنا ما عندي هذه الصفحة المعادة أصلا، مش موجودة. ها؟ بعدها؟ أي نعم. طيب، قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب المعادة هو أن نعد الإخوة على الجد، ما نقول له هؤلاء أشقاء أو لأب، لا، نقول هؤلاء إخوة ونعدهم عليه، وبعد أن يأخذ الجد نقسم المسألة كأن لم يكن فيها جد. الأشقاء مثلا إذا كانوا ذكور يحجبوا لأب، إذا الشقيقة تأخذ النصف والباقي لهم، يعني إشكال كبير. نعم. واحسب عليه ابن أب إن وجد فأعط سهمه الشقيق أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة يعني شيء لا هو دم ولا هو أكرمكم الله يعني بول متغير، فيجينا الشيخ سعيد اليوم قال: والله اليوم أنا تراني متكدر شوية، يعني ها تغير يعني شوية، ما نصاف المزاج. وقال سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنها المذهب، سمى أكدرية. صورة الأكدرية: زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة أو لأب. هذه صورة الأكدرية تحفظ: زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة. كان المفروض نعطي الزوج النصف والأم الثلث، ستة، ثلاثة للزوج اثنين للأم، يبقى واحد يأخذ الجد، صح؟ وقلنا السدس أقل حالة للجد مع أصحاب الفروض، أخذ السدس وانتهت المسألة. قال: لا، إذا مع في المسألة أخت شقيقة أو لأب تصبح أكدرية، تكدر على المذهب، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. كملها من؟ الآن جاء معنا جد، ذكر من؟ الأخت الشقيقة. زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي، أي صاحبي، ترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعافي من دعا سعادة. تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حريم، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. سبحان الله، كيف نعطيها النصف؟ قال: اعطيها النصف. تعطيها النصف، ستة وثلاثة كم؟ تسعة، عالت المسألة. ثم بعد هذا يعودان المقاسم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا تصح أبدا. طيب، ويعايا بها. ويعايا بها إيش يعني؟ يلغز بها. يقال ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، أخذ الأول ثلث التركة والثاني ثلث الباقي
والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مسألتنا قلنا الأولى من كم؟ من 9، 3 للزوج و3 الأخت الشقيقة و2 للأم و1 للجد، صح؟ تمام، 9. ثم بعد هذا قال نريد نجعل الجد يقاسم الأخت الشقيقة أو لأب. مجموع السهام للجد والأخ لأب كم؟ 1 السدس و3 الأخت الشقيقة، المجموع كم؟ 4. 4 ما تنقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن لابد نضرب المسألة في كم؟ في 3 رؤوسهم، الجد مع الأخت الشقيقة، الجد سهمين والأخت الشقيقة سهم أو لأب. نضرب إذن 9 في كم؟ 3. في 3 صارت من كم المسألة؟ 27. الزوج أخذ 3 في 3 9، والأم أخذ 2 في 3 6، يبقى معنا 4 في 3 12. قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يأخذ 8 والأخت الشقيقة أو الأب تأخذ 4. انتهينا. طيب مسألتنا من كم إذن الآن؟ 27. ثلث 27 كم؟ 9. أخذوا من؟ الزوج. إذن الأول أخذ ثلث التركة، هذا للزوج. يبقى معنا من 27 كم إذا أخذنا 9؟ 18. تمام، 18 ثلثها 6 أخذته الأم. تمام، إذا أخذنا من 18 6، يبقى معنا كم؟ 12. ثلثها 4 أخذته الأخت الشقيقة أو الأب. الباقي كم؟ أخذ الجد. الأول أخذ الثلث، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مفهوم؟ لغز، وش أصنع؟ نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قلنا سميت بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، غيرت المذهب وإشكال وباطلة عقلا ونقلا. نعم. قال رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا. أم صاحبة ثلث لا جدة. نعم. فافرض له السدس والنصف لها حتى لـ9 يكون عولها. إذا كانت من 6 وعالت إلى 9. نعم. وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. نعم. قال رحمه الله، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. الحساب ليس الحساب الحساب جمع والطرح وكذا، لا، هنا الحساب يراد به حساب مسائل الفرائض. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وللحساب إن ترم محصلة فاستخرج 7 الأصول أولا. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. نعم. ولا تكن عن حفظها بذاهلي. نعم. فإنها قسمان يا خليل 3 منها التي تعول. نعم. طيب، الخلة هي خالص المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. عندنا الآن أصول المسائل كم؟ 7، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. 3 منها تعود، 6 والاثنى عشر 24. قال إن كثرت فروضها تعود. انتبه معي، الستة اللي نخرج من الستة أكثر منها، الستة نخرج منها النصف كم؟ 3، والثلث 2، هذه 5، والثلثان 4، 4 و5 9، زادت على 6 إذن تعول. لكن تعال الأربعة، الأربعة فيها الربع 1 والنصف 2، المجموع 3 وهي 4 ما تعول. تعال الثمانية، الثمانية فيها النصف 4 والربع 2 والثمن 1، كم وصلنا؟ 7 إذن ما تعول. خلاص، إن كثرت فروضها أو فروعها يقول تعول. إذن عندنا تعول الستة 4 مرات على التوالي إلى 7 و8 و9 و10. خلاص. طيب، والاثنى عشر تعول 3 مرات بالعدد الفردي، 13 و15 و17. انتهينا. يبقى معنا 24 تعول مرة واحدة إلى 27، وتسمى بالبخيلة. ليش؟ لماذا؟
لماذا ما تسمي الاثنين والثلاث الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية بالبخلاء؟ ولماذا سموا هنا 24 بخيلة؟ قالوا لأنها رافقت الكرام. الستة عالت 4 مرات والاثنى عشر 3 مرات، فرافقتهم وعالت مرة فهي بخيلة، مفهوم؟ وتسمى عندهم أسماء، هنا أسماء لبعض المسائل. الستة إذا عالت إلى العشرة يسميها البعض، عندهم بعض المسائل معروفة لها أسماء، تسمى أم الفروخ. أم يعني فرخت، فرخت مثل ما تفرخ الدجاجة، فرخت حتى الستة حتى وصلت إلى 10، وتسمى أم الفروج بعض المسائل عندهم هنا. وتسمى عندهم 27، 24 إذا عالت إلى 27 عندهم مسألة تسمى المنبرية، لأنهم قالوا أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فعندما وصل هنا قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ لم يتوقف علي رضي الله عنه وأكمل على القافية يعطيك العافية، نعم، على السجن. قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، صار ثمن الزوجة تسعى، لأن كانت تأخذ 3 من 24 هذا الثمن، فالعول أخذ 3 من 27 هو التسع. قال: صار ثمن الزوجة تسعى، وحل المسألة وانتهى وكمل على القافية، مفهوم؟ ولا يصح، نعم، تسمى المنبرية، نعم. قال رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل، 3 منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى، نعم، أو سدس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. أخذنا بالأمس قلنا مسألة فيها ثلث وربع من 12، صح، ثمن وسدس من 24، نعم، وقلنا إذا تعبت اجعل أي مسألة فيها فروض من 24 ثم بعد هذا اختصرها، نعم. فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، نعم، فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى 10 ووترا، شفعا ووترا، الستة تعول إلى 7 و8 و9 و10، أمثلة لا إشكال. دائما هنا إذا يعني كنت تدرس المثال دائما تكتب مثال واضح سهل، لا تكتب مثال معقد. يعني هنا مثلا عول الستة للسبعة، تقول زوج وثلاث أخوات شقيقات، الزوج النصف، ثلاث أخوات شقيقات كم؟ 2، مسألة من 6، النصف 3، 2، 4، المجموع 7، تريد تعول إلى 8، حط أم السدس صارت كم؟ 8، تمام، 9، حط إخوة لأم واحذف الأم، أخذ الثلث صارت من كم؟ 9، تريد 10، ضع الأم أو الجدة صارت من 10، انتهينا الآن من؟ من عول الستة بالأمثلة. تعال لمن 12، سهل جدا، تقول زوج، لا خليها زوجة وأخوات شقيقات، الزوجة تأخذ الربع 3، أخوات شقيقات يأخذوا 2، 8، 8 وكم و3 كم 11، حط أم عشر، الأم 2، 2 و8 و3 13، صار عول إيش؟ على 12، تريد تجعلها 15، صح؟ العول 15، احذف الأم وحط إخوة لأم صارت 15، تريد 17 ضع الأم مرة أخرى صارت 17 وانتهينا، مفهوم؟ تمام. أما بالنسبة للعولة 27 أنت قلنا زوجة وبنات وأب وأم، الزوجة الثمن 3، البنات 16، والأب سدس كم؟ 4، والأم سدس 4، المجموع 27، نعم.
قال رحمه الله: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. نعم. وأربع لا عول فيها يقفو ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا. النصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، هذه الأصول التي لا تعول. نعم. فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملة. نعم. قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع. تصحيح المسائل الآن، لا يوجد كسر عندنا، ذكرنا لكم يعني الآن قلنا مثلا عندنا مسألة فيها زوج وثلاث أبناء، زوج وثلاث أبناء، المسألة من كم؟ الزوج يأخذ الربع فرع وارث، المسألة من أربع، واحد للزوج والباقي كم؟ ثلاثة، للثلاثة أبناء، كل ابن يأخذ سهم منكسر جاهز، مفهوم؟ لا، أربع أبناء والسهام كم؟ الرؤوس كم؟ ثلاثة. أربعة والسهام ثلاثة، ما تنقسم. إذن نضرب في أيهما أهم، رأسك أو السهم؟ الرأس هو المهم، دائما اهتم بالرؤوس، مفهوم؟ إذا تنقسم الحمد لله، وإذا ما تنقسم تأخذ الرؤوس، وإذا بينهم قاسم مشترك تقسم القاسم المشترك على من؟ على الرؤوس، على القاسم المشترك، لأن الرأس دائما هو المهم عندنا. إذا جبنا مثال ينقسم وجبنا مثال لا ينقسم، أربعة، إذا نضرب المسألة في أربعة، ثلاثة في أربعة من اثنين عشر، مفهوم؟ تمام. أخذ الزوج واحد في أربعة، أربعة، بقي معنا ثلاثة في أربعة اثنين عشر، ينقسم على الأربعة، نعم، كل واحد ثلاثة. طيب اعتبر أن هؤلاء الأبناء ستة، كم؟ ستة، ستة في قاسم مشترك، صح؟ على اثنين، عندنا الرأس أهم، إذن ستة على اثنين ثلاثة، إذن نضرب في ثلاثة تنقسم. في شيء يسمى عند علماء الرياضيات وكذا يسموه التحقق من صحة الحل، في آخر شيء إذا قسمت السهام على الرؤوس إذا الحل صحيح، وإلا تصحح. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع عندهم الكسر، الانكسار على إما على صنف واحد، هذه الأمثلة اللي ذكرناها على صنف واحد، أو على صنفين، على صنفين مثلا عندنا ثلاث زوجات وثلاث أبناء، ثلاث زوجات وثلاث أبناء من ثمانية، واحد والباقي سبعة للثلاث أبناء، الثلاث أبناء أخذوا سبعة هذا غير منقسم، والثلاث زوجات أخذوا واحد غير منقسم، نحتاج إلى تصحيح المسألة، هذا الانكسار على أجناس. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع، في الأصل أو في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي. نعم. فهي إذا تصح، والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. هذا القسم الثاني الآن، أكثر من صنف. نعم. أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. نعم. التماثل ثلاثة وثلاثة، مثل هذه المسألة اللي ذكرناها الآن، ثلاثة وثلاثة، إذا نضرب في كم؟ في ثلاثة، نأخذ واحد منهم، إما الثلاثة عدد رؤوس الزوجات أو ثلاثة عدد رؤوس الأبناء. طيب إذا كان تداخل نأخذ الأكبر، ثلاثة زوجات واعتبر هنا الأبناء مثلا ستة، إذا نأخذ الأكبر، إذا نضرب في ستة. طيب توافق، اعتبر أن الزوجات أربعة والأبناء ستة، بينهم قاسم مشترك، تقسم على أي واحد منهم وتضرب في الآخر، أربعة على اثنين فيها اثنين في ستة اثنين عشر، أو العكس، ستة قسمة اثنين ثلاثة في أربعة اثنين عشر، هذا بينهم قاسم مشترك. أو تباين، الزوجات ثلاثة
والأبناء خمسة بينهم شيء تباين، اضرب 2 × 5 = 10 إذا نضرب في 10. نعم. قال رحمه الله: أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. فواحدا من المماثلين احفظ، وزائد المناسبين، وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الأصل أياذ الفهم. نعم. فحاصل الضرب هو التصحيح، فاقسمه فالقسم إذن صحيح. يعني تتأكد من صحة المسألة في آخر شيء. نعم. قال رحمه الله: باب المناسخة. المناسخات هنا غير النسخ هناك في الشريعة، هنا المناسخات هنا معناها يموت إنسان ثم قبل قسمة التركة يموت أحد الورثة. فقد يقول قائل: أصنع مسألة للأول ومسألة للثاني وانتهى الأمر. قد يكون عندك أكثر من ميت الآن، يعني مثلا تركة من أيام الدولة العثمانية تحصل فيها 40 ميت، ما تستطيع تجعلها مسألة واحدة. وأحيانا يكتب عندنا المسائل في أوراق التصوير الكبيرة هذه السكوك. أي نعم. فماذا تصنع؟ لأن تركة واحد، وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة تركة الأول، فصحح الحساب وأعرف سهمه. هذه المناسخة، مفهوم؟ نعم. عكس المناسخات الغرق والهدمة، لا تورث زاهقا من زاهق، سيأتي بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: باب المناسخة. إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى، وللثاني جعل أخرى. نجعل مسألة للأول نحلها كاملة ومعه هذا الثاني الذي مات، ثم بعد هذا نكتب تاء يعني مات أو توفي، ونجعل له مسألة ثانية، وبعدين نجمع بين المسألتين، ثم الميت الثالث نجمع بين المسألتين، الرابع، وإلى ما لا نهاية، ما لا إشكال. نعم. قال رحمه الله: إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى، وللثاني جعل أخرى كذا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه، أو كلها إن فارقت. ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفق أو في كل الأخرى تصبي، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب أو في وفقها يا ذا الهمام. وافعل بثالث كما تقدم، إن مات والميراث لم يقسم، وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. تحتاج إلى كتابة. نعم. المهم احنا قلنا المرحلة الأولى عندنا نفهم ما هي المناسخات، مفهوم؟ وإذا كان عندك تركة وأمكن قسمة الأول على حدة وتأخذ النصيب ثم تجعل له مسألة أخرى تنحل المسائل ولا إشكال، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة التركات. قسمة التركات هذه الثمرة الآن، الآن وصل الثمرة، نريد قسمة التركات الآن. عندنا 6 و12 و24، ما فهمنا الآن ماذا ترك الشيخ سايد؟ قال ترك 6000. 6000 سهل جدا. المسألة من كم؟ مسألته من كم؟ قال مسألته من 6. الحمد لله. ايش نصنع؟ 6000 على 6 بنضرب على 6 يطلع كم؟ 1000. اذا عندنا 1000 نضربه نشوف ايش ترك. قال والله ترك 6 أبناء لكل ابن 1000. تمام. ترك مثلا 4 بنات وابن للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من 6، 2000 للابن، 1000 لكل بنت. نعم. هذا إذا كانت تقسم. كل شيء ينقسم نقسمه على هذه الطريقة، نأخذ الأشياء التي تنقسم ما ترك، سواء مال، دولار، دينار، درهم، يورو، أي شيء، ذهب. ذهب بإيش عندنا؟ جرام، بالجرام. أرض زراعية بالمتر. قال عندنا دلم، صح، وهنا فدان. وقال أي شيء ينقسم قسم كما تقسم الأموال، مفهوم؟ عندنا إشكال، ترك الشيخ سائد بعد عمر طويل في طاعة الله بقرة. طيب البقرة ما تنقسم، صح؟ لأنه لو
ذبحوا البقرة إتلاف للمال. الورثة قالوا لا، هذا خير نعمة ترك لنا الشيخ سعيد، نحلب ونشرب. طب عندنا زوجة، عندنا زوجة وبنتان وعم شقيق. الزوجة تأخذ ثمن والبنتان الثلثين، مسألتنا من كم؟ 24، 3 للزوجة و16 للبنتين، صح؟ كل بنت لها 8 8، والباقي 5 لمن؟ 5 أولاد، 5 للعم الشقيق، تمام. إيش نصنع؟ نقول البقرة عندكم 24 يوم، 3 أيام تحلب الزوجة، و8 أيام البنت الأولى، و8 أيام البنت الثانية، والعم يحلب 5 أيام. مفهوم؟ ممكن. ترك سيف، السيف هذا أثري لا يقدر بثمن، مفهوم؟ فالعم يقول أعطوني السيف أخلي عندي في الصالون، والبنت تقول لا تركت أبي، والزوجة تقول زوجي. المهم بعد الوفاة الحمد لله، فنجعل السيف عندهم مثلا، نتفق معهم نقول مثلا الزوجة 3 أشهر تبقى السيف عندها، وكل بنت 8 أشهر 8 أشهر، والعم 5. المهم نسعى إلى التوفيق بين الورثة قدر المستطاع. اتفقوا على البقر إلا الزوجة قالت لا والله ما أريد، أنا لا أحلب ولا أشرب ولا أريد الحليب أصلا، أريد أتزوج شوف حالي يا كذا. قالت ما أستطيع، أعطوني نصيبة في البقرة. ما نستطيع نعطيها نصيبة في البقرة، نصيبة في البقرة كم؟ 3. كيف نعطيها 3؟ صعب صح؟ قال عندنا حل. الحل نحول البقرة إلى أقسام، سموا هذه الأقسام قراريط، والقراريط عندهم أي مسألة تجعل من 24 قيراط. ولهذا أخوانا المصريين يقول أنا مروق 24 قيراط، يعني تمام 100%. 24 قيراط هي 100%. إحنا الآن ما نعرف القراريط، نعرف الإيش؟ النسبة المئوية، صح؟ يعني مثلا الآن لو أقول للشيخ سعيد لك في البقرة 50%، يفهم؟ يفهم. لكن لو أقول لك في البقرة 24 قيراط ما يفهم، هي 24 قيراط هي 50%. ففي القديم لا يقسم بالنسبة، يقسم بالقراريط. القراريط ليس فيها نسبة خطأ ولا شيء في المئة، أما النسبة المئوية في بعض التركات فيها نسبة خطأ، لأن تقرب لابد تقرب الأرقام، القراريط لا تقريب فيها. فإذا كانت المسألة يعني ما فيها نسبة خطأ ما فيها تقريب، قسم بالنسبة المئوية ما في إشكال. يعني مثلا ترك بقرة والورثة هنا كم ابن؟ 4 أبناء. بالنسبة المئوية 25 25 25%، صح؟ وفي القراريط 6 6 6 6، صح؟ تمام. هذه ليس فيها نسبة خطأ، لكن الإشكال إذا كان فيها نسبة خطأ، مثل الزوجة الآن لها الثمن، الثمن في النسبة المئوية هنا لازم تقريب، فإيش نصنع هنا؟ قال ترجع إلى القراريط. مفهوم؟ المعمول به هذه الأيام في الغالب النسبة المئوية ويقربه، وقل هذا يعني شيء يسير ولا إشكال فيه. لكن عند الفرضيين يقولوا ما يمكن، الهللة تحسب، هللة تحسب. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله إذن إذا كانت المسألة تنقسم، طيب إيش تستفيد الزوجة الآن عندما قلنا لك في البقرة 3 قراريط؟ تبحث عن مشتري. وجي الشيخ وقال أنا أشتري نصيب الزوجة، يدخل مع الورثة مشتري، نصيبه كم؟ 3 قراريط. يقول اشتري منك 3 قراريط. وهذا موجود عندنا في الصكوك، أنه فلان اشترى نصيب فلان من الورثة وأخذ كذا من القراريط. قد تأتي لك مسألة مقسمة من قبل تقول أنا لا أعرف القراريط، أنا أعمل بالنسبة المئوية، ما يمكن. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة التركات. في التركة اضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجدا. نعم. أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. بعد
قال رحمه الله باب الرد. عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المسائل في الفرائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وناقصة. كم مسألة؟ ثلاثة. عادلة: زوج أخت شقيقة، نصف ونصف للزوج ونصف أخت شقيقة، مسألة من اثنين، واحد واحد، انتهت المسألة. عادلة: زوج وابن، مسألة من أربعة، واحد وثلاثة، عادلة. عائلة لا، زادت: زوج ثلاثة أخوات شقيقات، هي من ستة وعالت إلى السبعة، مسألة ناقصة. وهذا هو الرد. فالرد عندنا: جاءتنا مسألة مثلا فيها بنت، البنت لها النصف، مسألة من اثنين، واحد، والباقي لمن؟ باقي واحد، تأخذ البنت، مفهوم؟ هذا يسميه الفقهاء علماء الفرائض الرد على صنف واحد، رد على صنف واحد. الصنف الواحد بعدد الرؤوس، ثلاثة أخوات شقيقات فقط في المسألة، من كم المسألة؟ من ثلاثة، مفهوم؟ ستة أعمام، لا أعمام هذا فرض، ستة أخوات لأم، من كم المسألة؟ من ستة. ثلاثة بنات، من ثلاثة، ثلاثة بنات ابن، من ثلاثة، المسألة من عدد الرؤوس، هذا صنف واحد. إذا كانوا أكثر من صنف ننظر، يوجد أحد الزوجين لا يرد على أحد الزوجين على قول، وهو الراجح والله أعلم، يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، أما إذا كان يوجد أحد الزوجين ما يرد على أحد الزوجين، لازم نصنع مسألتين، مسألة للزوجة والزوجة ومسألة ثانية للورثة، ثم نجمع كالمناسخات. أما إذا كان المسألة ليس في أحد الزوجين، ماذا تصنع؟ تقول مثلا عندنا بنت وبنت ابن فقط، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، البنت نصف ثلاثة، وبنت الابن السدس واحد، ثم تجمع مثل ما كنا نجمع في العول، الآن نجمع في الرد. صارت المسألة كانت من ستة وأصبحت من أربعة، فبدل أن كانت البنت الابن تأخذ السدس واحد، أصبحت تأخذ الآن الربع، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الرد. والرد نقص هو في السهام، زيادة في النصب والأقسام. نعم. فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. يقول لا ترد على أحد الزوجين. نعم. قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. الآن بحث عن الوارثين والوارثات لم يجد أحد إلا الزوجين، طبعا عنده أب قال لا، أم لا، جد، جد ما في، مقطوع من شجرة، مفهوم؟ تمام. إيش نصنع؟ قال نبحث عن ذوي الأرحام، عمة شقيقة، عمة لأب، خال، خالة، أبو الأم. الآن نبغى نورثهم. الآن متى يرث ذوي الأرحام؟ عند عدم الوارثين أو الوارثات عدا الزوجين، نبغى نورثهم. الآن إرثهم سهل جدا، انتبه معي، تكتب هنا، تكتب هنا، بنت بنت، تكتب إيش؟ بنت بنت، ضع إصبعك على الأول، بنت أصبحت إيش؟ بنت، أصبحت وارثة، الحمد لله. وهكذا بنت أخت شقيقة ترث؟ لا، ضع إصبعك على الأول، أصبحت أخت شقيقة. هكذا الإرث يسميه التنزيل، يعني تنزل ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. ابن أخ لأم، ضع إصبعك على الأول، أخ لأم. طيب الخال، ضع إصبعك عليه، يطلع أم. الخال والخالة إيش؟ أم. والعم أي عم؟ عم لأب، وارث أي عم؟ عم لأم. والعمات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم، ينزل منزلة الأب، مفهوم؟ كيف القسمة بينهم كذا، لكن المهم نريد نتعلم الآن كيف ننزلهم. كل واحد منزلة من أدلى به، الخال والخالة أم، والعم لأم، والعمات أب، والبقية ضع إصبعك، وانتهت المسألة، خلاص؟ نعم. قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. نعم. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، يعني غير الوارثين والوارثات إلا الزوجين. نعم. وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصنافه. نعم. مذهب
التوريث في ذوي الأرحام إما القرابة أو التنزيل، مذهب القرابة ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والتنزيل مذهب الإمام الشافعي. نعم، ومن وافق؟ نعم امشي. هم الشافعية ورثون ذوي الأرحام؟ نعم أنا هذا اللي أعرف. نعم امشي. أصلا حذفها من لا حذفها اختصارا، لا أقصد هو عندي. وهذا شافعي، هم يقول متأخري الشافعي ممكن، لكن في قول إذا عندهم. نعم، أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات. الساقط هنا معناه ليس بالساقط فيما نتعارف عليه، الجدة الساقطة يعني هي التي لا ترث، مفهوم؟ يعني محجوبة عن الإرث. نعم، وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. إذن يعني هذا معناه أن العلماء انقسموا في توريث ذوي الأرحام إلى قسمين، مذهب التنزيل والمذهب الثاني مذهب القرابة. نعم، باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. هذه المسائل نادرة الوقوع، مفهوم؟ فبدأ يأتيك بالنوادر الآن. المفقود فقد، وننظر أين فقد، في بلد يغلب عليه السلامة أو يغلب عليه الهلاك. مثلا فقد الشيخ ساعد في الكويت، الكويت الحمد لله صلى الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان. فقد في بلد يغلب فيه السلامة، ننتظر. الزوجة تأتي وتقول أعطوني التركة وأبغى أروح أتزوج، وانتظر لمتى سائد؟ نقول له اسمع يا رجل، سائد عندما فقد كم كان لديه من العمر؟ كم؟ 40. طيب نشوف أقران سائد، فلان وفلان وفلان، إذا ماتوا معناه مات سائد. أحمد رحم الله يقول ننتظر به حتى يبلغ 90، يعني تنتظر الزوجة كم؟ 50 سنة. 50 سنة مشكلة. وبعضهم قال 70 وبعضهم قال. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا نرجع فيه للقضاء. إذن هذا شغل من؟ قضاء ما لنا علاقة. نأخذ المسألة ونقدمها للقضاء. حكموا على سائد أن توفي اليوم، يكتب صك القاضي أنه في هذا اليوم حكمنا أن سائد توفي، تعتد الزوجة اليوم، تنتهي العدة وقسم التركة وانتهى الأمر خلاص. هذا يغلب فيه إيش؟ السلامة بلد. الثاني يغلب فيه الهلاك، يعطوه 4 سنين يغلب فيه الهلاك. فين كان؟ قال والله كان في غزة وقت ضربة الدولة الصهيونية مثلا. طيب إذا يغلب هنا الهلاك نعطيه 4 سنوات، مفهوم؟ نعم، أنت موت وما عليك، إحنا نقسم، لا عليك، بعد عمر طويل في طاعة الله. نعم، قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل. الخنثى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عندنا خنثى بين، هناك فرق بين الخنثى ونسأل عافية السلام المخنث. الخنثى يعني خلقته كذا، لكن الخنثى عندنا إذا كان بين هذا لا إشكال. أكثر شيء يمي صفات الرجال فهو رجل، صفات الإناث أنثى. لكن أشكل علينا ما استطعنا أن نصنف هذا لا ضمن الذكور ولا ضمن الإناث، أصبح خنثى مشكلة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الأيام يعني الطب تطور، ندخل هذا على من؟ على الأطباء، وهم يحددوا ذكر أو أنثى، مفهوم؟ نعم. طيب الخنثى المشكل، هل نورثه على أنه ذكر أو نورثه على أنه أنثى؟ نعم، قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. نعم، الحمل مات بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ سائد والزوجة حامل. طب ما نستطيع نقسم التركة، لماذا؟ لأنه ممكن ميت، لأن الزوجة الآن تتمنى أن يخرج الحمل ميت حتى تأخذ إيش؟ الربع، تمام؟ ولو كان ذكر أخذ الباقي، ولو كان أنثى أخذت النصف، ولو كان ذكرين أنثيين الثلثين. المسألة فيها إشكال عندنا، فقال لا تقسم، أو قسم على اليقين، تحسب أكبر تقدير للحمل
وتوقف النصيب الحمل والباقي تقسم على إن أصر الورثة، مفهوم؟ جاءت المرأة إلى القاضي، قالت مات زوجي، مات بعلي وتركني حاملا، إن جئت به ميتا فليتركه. سبحان الله، تأخذ تركة كاملة، تقول القاضي، تقول لو ميت الحمل أخذ تركة كاملة، وإذا ذكر لي الثمن وإذا أنثى لي النصف، من أنا؟ تقول أنا زوجي ما تبعني، زوجي عائشة معتقة، هي معتقة، زوجة ومعتقة، صح؟ إذا جاء ذكر حجبها عن العتق، صح؟ أي نعم. وإذا أنثى أخذت النصف، نعم، وإذا مات الحمل أخذت كل التركة، الثمن فرضا والباقي تعصيب، لا الربع ميت، الربع فرضا والباقي تعصيب، نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. هذه المسألة يا أخواننا يعني تقع عندنا، ولهذا علماء الفرائض ما يبحثوا يعني عن هذا كيف مات، لا، يأتي علماء الفرائض المسؤول عن تقسيم التركة، يأتي للهلال المدني، الدفاع المدني، أو الهلال الأحمر، أو للشرطة، يقول عندما حصل الحادث من اللي مات قبل الآخر؟ لأن الزوج والزوجة في السيارة وحصل عليهم حادث وماتوا. قال والله المرأة جينا منتهية ميتة، وجينا للزوج قال أشهد. إذن المسألة مناسخات، زوجة ثم بعدها مات الزوج، مفهوم؟ لكن إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر أصبحت المسألة غرقة وهدمة. الزوجة لا ترث من الزوج، والزوج لا يرث من الزوج، تعدهم كأنهم أجانب، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم، وإن يمت جمع بشيء كالغرق، كالغرق مثلا غرقت السفينة، مثل ما غرقت السفينة المصرية قبل زمن، نعم. وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق، فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي. نعم. الخاتمة. قال رحمه الله: هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية، وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. كما بدأ بالحمد عليه الصلاة والسلام، كما بدأ بالحمد، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المؤلف هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، حمد في نهاية الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة، وكما صلى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.